اوكي سلام دنيا، بغيت نسولك ملي كتكوني بوحديتك شنو كتغني في الدار؟ واش شرقي غربي مغربي؟ سلام دنيا، بغيت نعرف شنو من المواعيد الجديده ان شاء الله ديالك من القدام. سلام دنيا، شنو هو الخلاف ديالك مع ابتسام تسكات اللي كنقراو عليه بزاف في الانترنت؟ سلام دنيا، واش ممكن نشوفك في المستقبل مع دير شي ديو مع شي مغني مغربي؟ ستوديو دوزان ما وصلتيش للفينال في عرب ايدل، تالقتي وصلتي حتى للفينال، علاش؟ انت الزوج ديالك بحريني، واش كتفضلي انه الشهيوات ديال المغرب ولا الشهيوات ديال البحرين؟ واش انت يا رجاويه ولا وداديه؟ واش برصاويه ولا رياليه؟ دنيا بغيت نعرفك واش كدير تعرفي تصايبي في دارك كسكس ولا لا؟ سلام دنيا، كي دايره؟ شنو عزيز عليك في الطبخ المغربي؟ واش كرعين ولا طاجين ولا بردتي؟ اسئله خاصه موجهه ل كتعرفي ديري كسكس دنيا؟ الصراحه لا. الصراحه صعيب عليا شويه، بقى معكله في شويه. كاين مجموعه من الاسئله، يعني شنو كتغني في الدار؟ واش مغربي غواني خليجي؟ كنغني اكثر الاشياء كنغني المغربي والخليجي في الدار، يعني ملي كنكون اكثر الاغاني اللي كنغنيها من الا بشر، دائما كنكون بركه كتجينا هذه الاغنيه في بالي وتنغنيها، من اروع الاغاني المغربيه، فهادو اكثر الالوان اللي تنغنيها ملي تنكون بوحدي. المواعيد الجديده ديال دنيا باطمه؟ كاين حفلات ان شاء الله خارج ارض الوطن، ولكن كاين مهرجان ان شاء الله اصوات نسائيه اللي غادي يكون قريبا جدا، اللي غنلتقي فيه مع الجمهور المغربي ان شاء الله بتطوان. غنضيف على هذا السؤال اللي جاك ديال يعني الاغنيه القادمه ديالك، الأغنية القادمة إن شاء الله كاين غير قولية اللي ديو مع الفنان دوزي، وكذلك مجموعة من الأغاني اللي داز من حدايا وجات فيك النوبة، اللي قريبة إن شاء الله غادي ينزلوا هاد الأغاني مصورين على طريقة الفيديو كليب بالتعامل مع الرائع توفيق المغربي، شاب رائع مغربي، وكذلك غادي يتصوروا على طريقة الفيديو كليب إنتاج أدرك برودكشن. أغاني مغربية خالصة؟ أكيد. لحنان و لا، الأغاني المغربية الخالصة غتنزل مع الأستاذ الكبير سعيد الإمام، سعيد الإمام، ومجموعة من الملحنين اللي بعدنا في نقاش إن شاء الله مع من غنكونوا بالضبط. كاين سؤال جاك، شنو الخلاف ديالك مع ابتسام تسكت؟ تسكت هو موضوع صغير، اعطى اكثر من الحجم ديالو، من الافضل اننا نسكت على هذا الموضوع لانه صراحه ما ماشي مهم من ابعد الحدود. يعني كان سؤال اخر، من الفريق اللي كتشجعوا دنيا باطمه؟ الفريق شوف، حنا مغاربه و خارج المغرب، خلينا حنا خارج ياك، خارج المغرب البارسا الصراحه، والناس وصلتني على مواقع التواصل الاجتماعي وشافوني في الملعب ديال البارسا. على ذكر